السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا المهم باغي نهضروا على واحد الموضوع على الاصدقاء اللي انا ديجا هضرت عليه في اللايف في الانستغرام، واغلبيه الميساجات كيوصلوني بحال هكا تقريبا بلان ما كيعاني، واصله بيه العدم كيشوف انه واحد ان العمر غادي كيجري وغادي يوصل لواحد اللاج اللي غادي يمشي عليه كل شيء، ولكن باقي حنا في 2022 وباقي بنادم كيفكر في واحد القضيه ديال انها احق البلاد احق هادي، راه ما كاين والو، ما كاين خدمه، لا كاين حتى شي حاجه، كيبقى داك الفشل يدرق عليه، يدرق على راسه بهذا الكلام هذا، وغادي يجي واحد النوع غادي ينتقدني يقول لي حقتك كتهضر على هذه القضيه ديال احق ماشي البلاد ولا داكشي حيت انت كاين في الغربه. لا، راه حتى انا كنت نفس المشكل، انا درت تغيير، غيرت راسي لك درت هذا الشيء، راه درت علاش وغيرت راسي وعرفت بانني انا المسؤول على نفسي. اما ديك الهضره ديال الخوال خاوي ديال احق البلاد ما دارتش ليا وما دارتش ليا، لا تخربيقه هذيك، هذيك تخربيقه، راه حيت كل واحد مسؤول على نفسه. واش بغيتي البلاد غادي تجدق عليك في الدار، غتجي تدق عليك وتقول فلان حق اجي خدموا هذا، اجي وعطوا هذا وكلوه، راه ما يمكنش، راك انت اللي قاصك تقلب عليها، وغادي تجي تقول واه راني قلبت ودفعت وداك الشيء. راه الارزاق الاصدقاء، راه كنقولها دائما، راه الارزاق، راه حاشا ولله ربي يفضلني وما يفضلكش انت، او لا يفضل واحد اخر عليا انا، راه عند الله بحال بحال، سواء فقير سواء غني سواء مالك سواء مواطن عادي سواء كيف ما كنتي، عند ربي بحال بحال، وغادي نتخشى في قبر واحد وغادي ياكلنا دود واحد. يعني الواحد خصو غير يعرف شنو غادي يمشي، شنو خصو شنو يدير. واش دابا حاليا دابا ولينا في واحد العالم، حنايا دابا عالم ديال الانترنت، انا دابا خير مثال الاصدقاء، انا دابا ولينا خايفين من هذا الفيروس هذا الجديد اللي ديال القرود هادو، ما عرفش منين نخرجوا عاوتاني هادو مانكي باكس، منين خرجوا غادي تولي خايف عاوتاني يرجعوا لك الحجر الصحي. راه عطى الله الفرص، راه كنقول لكم دائما الانترنت راه فيه كل شيء، راه الانترنت فيه كل شيء، راه هو منين نقط راسي انا الاصدقاء، راه ملي ما جابش الله في المغرب وقلبت على راسي وما جابش الله، ما يئست، ما قلت صافي حقا راه صافي غادي نهضر على البلاد بلاد خايبه، لا، ربي مقسم لي رزق اخر، فين في بلاد اخرى، اشنو خصك دير؟ خصك تقلب عليه، هو ماشي انت كتنوض ليا حتى لجوج الصباح وتنوض غادي تجلس في راس الدرب وكتريح في هذاك راس الدرب، كيجي عندك واحد برو صغير حتى هو يلاه طالع كيولي يشوفك انت قدوه ديالو، علاش قدوه ديالو؟ لحقاش كدا تقول لهم حق راه البلاد ما فيها والو، راه واحد عنده الدكتوراه ما عرفتش فاش، وراه كيبيع غير الخضره، راه واحد ما عرفتش شنو قراتها ما عرفتش شنو دار، وفي الاخر راه كيبيع الكرموس، راه كيبيع شي لعيبه. يعني هنا كتخلي واحد الجيل طالع، واحد باقي صغير يلاه كيشوف الدنيا، كيشوف هذاك الشيء شنو كاين في المجتمع، كيشوف المحيط شنو داير به، كيشوف واحد ما يدير والو حتى وزا كيبدا يسبها في البلاد، فاشل، كينوض مع 11 الليل، كينوض مع جوج النهار، سمحوا لي، مع جوج النهار، كيسول مو على الفطور وغدا مجموع، ما كيدير والو في الحياة، حتى شي حاجة، ملي كتجي تسولك تقول ليها أشنو أش درتي في الحياة؟ كيدير لك وراك عارف هاد البلاد راه ما فيها والو، والله يعطينا معاهم الغربة، والله يعطينا معاهم، أنت أش دير في الغربة؟ ودير علاش؟ الله كي غادي دير هذيك الغربة؟ حقا تمشي تحرق؟ راه كلشي ساهل، راه حنا انا باش بدلنا هاد الحياه ديالنا بدلناها، لقينا راسنا حنا مسؤولين على نفسنا. راه قلتها في اللايف في الانستغرام، راه هضرت على هذا الموضوع، شي اول حاجه بغيتي تبداها الا بغيتي تبدل راسك، اول خطوه غادي تبداها، هادي انا كنقول لك بلياقين الاصدقاء، اول خطوه غادي تبداها شوف صحابك اللي معاشر معاهم، دير بصح، ريح في الدار، تكا ولا نعاس ولا ما عرفتش شنو دير، وريح وبقى تخمم وفكر فيهم واحد بواحد، شوف كل واحد فيهم واش عطاك شي كلمه ديال الخير، ولا عطاك شي معلومه اللي غادي تنقدك في حياتك. غتلقى واحد كيقول لك يلاه مشيو لهاد الليسي راه فيها الدريات، يلاه مشيو نسمرو هنايا، يلاه مشيو ندورو هنايا، واحد كيقول لك راه واحد شنو قال عليك، كيبدا الهضره داك التخلويض، ما كاين حتى شي حاجه. بدا بصحابك ومن الاولين، لقيتي ولو شي صاحب فيهم واحد فيهم بغى لك شي كلمه ديال الخير، قال لك افلان خصنا نبدلو الوضعيه، ولا خصنا نقلبوا على ريوسنا، راه الانترنت فيه كل شيء، ولا داك الشيء، الا قال لك واحد فيهم بحال هكا، عرف ان هذاك الانسان راه الله يعمر هذا، لقيتيهم كاملين، انت كتخمم، انت راه واخا حتى شلاه بكثر منهم، ولكن غير خمم، شوف واش واحد فيهم غادي بغى لك الخير، تلقى فيهم حتى شي واحد بغى لك الخير، بدلهم، ما عندك ما دير بهم. كيف درت انا؟ والله العظيم كيف درت انا؟ عاد بلا ما قلت انا، حتى تلاقيت مع هذو الدراري صحابي اللي عزلتهم، اللي صفيت، لقيت ربع الدراري اللي صحابي يدل بصح، لقينا اننا كنفكر نفس الفكره. اشنو درنا؟ مشينا كنقلبوا على العمل في الانترنت، ملي مشى الله في المغرب قلبنا على فرص عمل في الانترنت، لقينا هذوك فرص عمل، لقيناهم دفعنا غير الامارات وقطر، زعما احق راه كيهضروا باللغه العربيه بحكم ما عندناش حنا اللغه، دفعنا ولاو حتى هما كيقول لك لا داروا اللغه الانجليزيه، واه الا قطر الامارات باغي اللغه الانجليزيه،
لقينا راسنا وحنا اشنو درنا؟ قلنا علاش ما تعلموش اللغه الانجليزيه؟ ها حنا كنقول لكم الصحاب، الصحاب اللي كيفكروا بنفس الفكره، لقينا حنا عندنا واحد نفس الفكره، قلنا نمشيو نتعلموا الانجليزيه. 4 شهور خديناها قسما بالرب المعبود، 4 شهور خديناها حنا بربعه بينا، تعلمناها بربعه بينا، طلعنا العام الاول طلعنا خدمنا. ها الرزق فين جا؟ شو رزق ربي ملي كيقسم لك ارزاق؟ ما جابش لك الله في المغرب حيت ربي مقسم لك رزق اخر. فين قسمنا رزقنا؟ قسموا لنا في تركيا. من بعد ما جاونا فرص عمل ديال الدول بزاف وحنا اختارينا تركيا، مشينا لتركيا. فين قسمنا رزق اخر؟ هما كاملين اصحابي كاينين في الاوروب، يعني من تركيا مشاو لاوروب، جوج في الالمان، واحد في هولندا، ودراري كنعرفهم حتى هما نفس البلان اللي درت انايا كاينين في بريطانيا، وحتى انا واحد منهم في بريطانيا. يعني شو ربي ملي كيبغي يقسم لك شي حاجه ملي انت كتبغي تبدل، انت كتبغي تبدل واحد التغيير في نفسك. يعني شوف هذيك الكلمه، انا دائما كنقول هذا البلان هذا في كنقوله في الانستغرام في اللايف. شوف هذيك الكلمه اللي كتقول والبلاد ما فيها والو، شوف ولو هذه الكلمه ولو غير مره بدلات فيك شي حاجه. من نهار انت كتقول هذه الكلمه البلاد ما فيها والو، اجي تشوف هاد القراصك باقي في نفس البلاصه اللي كنتي فيها. يعني هنا فكر فكر، من نهار كتقول هذه الكلمه اول البلاد ما فيها والو، البلاد ما فيها والو، شوف واش بدلات لك شي تغيير. واش كاين شي واحد غادي يخمم راه مسكين راه قال البلاد ما فيها والو، راه مشيو نعاونوا دقوا على داك السيد خدموه. والله عمي لا، لا يدور لك شي واحد ولا يعاونك شي واحد، راه اللحيه ما كتهز اللحيه غير القبر. الا ما كنتيش مسؤول على نفسك راه ما كاين اللي غادي يهزك من غير الله سبحانه وتعالى، وحتى ربي ما غاديش يعاونك الا ما كنتيش كدير سبب. انت كي غدرتي بغيتي الله يعاونك وانت كتنوض حتى لجوج النهار، جوج النهار وكتقول يا ربي انا ما عندي زهر، ربي ولا لا عقل عليك، ها هو ربي اللي كيبغينا الخير كاع، والله لا عقل عليك. واش انت كتنوض حتى لجوج النهار وكتشير راس درب وكتبدا تقول وانا ربي علاش ما عندي الزهر، وانت ما كديرش سبب باش غادي يعطيه لك ربي. يعني هذا هو المشكل الخوت، حنا في واحد العصر ديال 2022 وعالم تكنولوجيا، ودابا راك شتو كلشي، الحجر الصحي، بزاف المشاكل اللي نايدين، هاد الحروب اللي نايده، الله يستر الله يلطف بينا والله يحفظ اي واحد والله يحفظنا كاملين ان شاء الله. شوف باش تعرفوا بان هاد الايام راه ما بقاش واحد يمشي يخرج يخدم يقلب، راك انت تكون في عروبيه وخدام، في عروبيه وخدام باش خاصك الانترنت، تكون عندك هذاك الانترنت. واش واحد كتلقاه كيعاني 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 ديال بصح كيدبر 10 درهم بزز ديال الكونيكس، ما عندوش مسكين حتى الويفي، الله يحسن العوان الله يحسن العوان، مسكين ما فحالوش دارهم بحالوش ما عندوش باش يوفر داك الويفي، كيدبر 10 درهم بزز باش غادي يعبئ بها كونيكس. ملي كيعبئ كونيكس اش كيدير؟ الا كان هو وصل بيت العظم وكيف كيقولوا ومحتاج الخدمه ومحتاج باش ينقد راسو، اشنو كيدير؟ كيمشي يدخل النزار، يشوف لك نداء حسي، يشوف لك دوك المخربقين، يدخل لك لواحد اللايف، واحد خينا بالك يقول لهم في اللايف يلا طلعوا لي طلعوا لي 2000 طلعوا لي 2000 ديال البشر تفرج فيا، طلعوا لي باش غادي نقول لكم واحد الحاجه، غادي نفرقع الرمانه، غادي نفرقع الرمانه، نسمعكم واحد الاوديو يلا يلا يلا. وبلاش كتلقاه كيبدا يطاقي كيبدا يطاقي في اللايف باش يطلعوا ديك 2000 باش هو غادي يقول لهم واحد الحاجه اللي ما عاد شنو غادي تطلع لنا الصوارخ. شنو هاد الحاجه ملي كتطلع لي 2000 في ديال المشاهده ديال في اللايف؟ كيحط لهم واحد الاوديو، اوديو اش فيه؟ فيه واحد كيتعاير مع واحد، ودابا شنو فادني انا هذاك ومقرق والكونيكس كتمشي ليا وانا معبى هذيك 10 درهم بزز، وكنتسنى في واحد كنتسنى نتسنى حتى في الاخر حاط لي واحد الاوديو كيتعاير معاه، انا دا حسيت عاير هذاك، هاني زار عاير فلانه، خوتنا الاخرين ما عادش شنو كيديروا، هذا الشيء اللي قضيت. عوض انا ديك 10 درهم اللي عبأتها نمشي ندخل جوجل كنكتب فيها فرص عمل اي بلاد، وغادي يطلعوا لي كيف درت انا، يخرجوا لي الدول بزاف وقبلونا الحمد لله كاملين، حتى وليت انا كنختار اش من دوله نمشي لها ملي انا كنت كنعاني. هنا الخوت انا كنقول لكم نصيحه، بغيتي تغير نفسك راه غادي تغير نفسك انت بوحدك، انا ما غيرتيش نفسك راه ما كاينش اللي غادي يعاونك من غير الله سبحانه وتعالى. وكيف قلت لكم حتى ربي والله الا عاونك، انا مسؤول على هذه الكلمه، ربي ما غاديش يعاونك الا انت ما كدير السبب، انت ما كدير السبب راه ربي ما غاديش يعطيك والو. انت كيف قلت لكم كتنوض حتى لجوج النهار وكتقول ربي ما عندي زهر ولا هاد البلاد ما فيها والو، راه متقسب بها في البلاد، راك انت المسؤول على نفسك. راه قلت لك من نهار ديك الكلمه قلتي ديال البلاد واش غيرات فيك شي حاجه، اولا شي واحد عارفك واش حي ولا ميت، اولا شي واحد دق عليك في داركم وقال لك فلان راه لقيت لك واحد الخدمه، دير السبب، دخل الانترنت. راه كنقول لكم دائما راه الانترنت دابا حاليا راه اكثر من الذهب، راه اكثر من الذهب، راه كيوفر لك بزاف الحوايج، عرف كيفاش تستغلهم. الا دخلت لواحد الفيديو قبل من هذا الفيديو اللي حاطه دابا اللي كتشوفوا فيه، فيديو اللي قبل من هذا حطيت لكم واحد الناس كيعاونوا
الناس اللي محتاجين يديروا شي بيزنس اونلاين يديروا في الانترنت تبيع وتشري ولا دير شي حاجه هما كيوفروا لك كل شيء كيوفروا لك كل شيء شحال غادي تخلص كتخلص 30000 ريال 1500 درهم غادي تخلصها كيبقاو معاك الحياه ديالك كامله بغيتي تبيع وتشري في لي برودوي ولا شي حاجه بحال هكا هما عندهم السلعه عندهم كل شيء كيديروا لك البيزنس سميتك كتولي عندك شركه ديالك تولي تدفع بها فيزا تولي تدفع بها بزاف الحوايج كيديروا لك شي حاجه ديال الماتريال باغي تبيعو انت جالس ما كتحتاج دير والو هما كيوفروا لك كلشي كيعطيوه لك احنا وفرنا لك واحد الناس من كندا مخيره كاع مخيره هاد القضيه كاع كدير معاهم دروس كيقادوا لك البيزنس من الاول حتى الاخر كتعطيهم حتى الفكره شنو باغي دير اشنو البيزنس اللي باغي دير انت اونلاين في الانترنت هما كيعطيوه لك كيعاونوك فيه من الاول حتى لزاد والخوت انا هادشي اللي عطل انا هو دو وجهدي راه الوقت كيدوز ليام كدوز بنادم راه هو باغي يتزوج هو باغي يدير وليدات هو باغي يشوف وليداتو ميسر عليهم وبخير ما خاصهم والو يكونوا عايشين يعني الحمد لله على قد الحال وبخير ما كيطالبوا ما حتى شي حاجه راه هذه اي واحد كيتمنى هذه الحياه هذه واحد الحياه اللي سعيده وبسيطه الحمد لله انا ما درتش هادشي راه ما غاديش اللي ما كاينش اللي غادي يعاونك هادشي اللي غادي نقول لكم الاصدقاء طولت عليكم سمحوا لينا بزاف على ما درتي شي حاجه راه ما كاين اللي غادي يديرها لك راه انت اللي مسؤول على نفسك اي واحد مسؤول على نفسه هادشي اللي كاين شكرا لكم بزاف تلاقاو ان شاء الله فيديو اخر مع السلامه.